ورحمة الله وبركاته. والآن احنا متوجهين إلى مطار بغداد الدولي، الطائرة المتوجهة إلى بيروت لبنان بتاريخ اليوم والأربعاء المصادف 2/6/2021. الآن احنا هذا هو طريق الأعظمية، تقريب ساحة عنتر، راح نصل لساحة عنتر وبعدها نتوجه إلى المنصور وبعدها نتجه إلى مطار بغداد الدولي. انتظرونا أول بأول تصوير فلوقات جديدة، مقاطع جديدة، مونتاج جديد، أخراج جديد. إن شاء الله ما نقصر وياكم ونضع لكم كل شيء في بيروت وكل شيء في لبنان، راح نصوره لكم ونضعه بالقناة. اللي مطلوب منكم فقط هو الاشتراك بالقناة وزيادة المشاهدات والإعجابات حتى نتواصل معكم بجميع دول العالم إن شاء الله. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن نحن في طريق مطار بغداد الدولي، إن شاء الله متوجهين إلى مطار بغداد الدولي لتوجه إلى مطار رفيق الحريري في بيروت إن شاء الله. طبعا أنا أول مرة أزور بيروت، سابقا يعني زرت لبنان لكن أول مرة أزور بيروت، مدينة بيروت. طبعا تعرفون الأجواء بالعراق حارة جدا جدا. وصلنا لساحة عباس الفرناس، الآن ساعدنا بالسيارة وكان الكابتن راح يقطع التذاكر. الحمد لله ما شافتنا أي معوقات أو معرقلات بالطريق. وصلنا تقريب نفس التوقيت، تقريب ساعة واحدة من مدينة الصدر إلى ساحة عباس الفرناس. وتقريب الوقت الآن مع التفتيشات تقريب يحتاج إلى وقت حوالي ساعة أو ساعة ونص حسب التسائل، أو قد يكون نصف ساعة. بعد ما أكون شيء أحد. لا ليش موجود السيارات؟ بس ما أقول قاعدات. كابتن. حجي باسم. حجي باسم. حجي باسم. والله أنا أبو كرار قال حجي باسم، أنا كل اللي توقعت إنه باسم الكربلائي. كملنا التفتيش الأول. الآن. إيه. نتجه الآن طبعاً مباشرة للمطار. أكو بعد تفتيشات؟ بس الصالة. إذن يعني من 4 تفتيشات صار بس تفتيش واحد. السلام عليكم، ورجعنا لكم بطريق مطار بغداد إن شاء الله. الآن متوجهين إن شاء الله، طبعاً طيارتنا الساعة 5:30، إحنا شوية جينا من وقت لأنه صارنا فترة ما مسافرين بالمطار، فكانت بها إجراءات متشددة، الآن إجراءات خفيفة، ومع ذلك واحد يعني ما يعرف شنو الظروف بالطريق، ازدحامات، ولذلك شوية جينا من وقت نقعد بالمطار شوية نشوفه. هذا أبو كرار شاهدنا لابس كمامة. طبعا ما احكيكم على الاجواء البره، فشي رهيبه يعني حاره جدا. نتمنى ان شاء الله بانه بلبنان يكون الاجواء لطيفه. والان تقريبا راح نوصل الى صاله المسافرين. وين التذكره مالتكم؟ موجوده حاجه. عجب ما صرت شركة يعني لا طيران. طيران أور قالت إني. بس أقول خاف شيء تغير موعد تغير طيارة كل شيء. الآن وصلنا إلى مطار بغداد الدولي بعد سنة وثلاثة شهور حوالي، والآن شاهدون مطار بغداد الدولي. إحنا على صالة بابل، على صالة بابل اللي إحنا شركات على طيران أور. أي أعتقد يمكن أور هاي مو. طيران أور بغداد. الجادرية شارع مناص. الآن وصلنا مطار بغداد الدولي بسلامة. بس ساعة بكرة. 1:30 إحنا متوقعين 1:30. سبحان الله. صور صور. يعني.
يلا. السلام عليكم. راح سيارة. راحت السيارة. الآن وصلنا المطار بغداد الدولي. أني هو شلونهم الشباب؟ زينين؟ سيدي هو شو مسألك كمان والله؟ ها؟ مسألك كمان شوي؟ فأنا ما جاء سيدي حمراء. شاهد الحمام داخل مطار بغداد الدولي. طبعا احنا دخلنا الان مطار بغداد، الان احنا احدى الخدمات الان هي السوبر ماركت في مطار بغداد. شلون الاسعار زينة؟ 8 جلاديشي؟ حلو عراق عبالك، طبعا من جلاديش بس عبالي عراقي. هاي الخدمات اللي هنا، متى ذاك شربة ابو الليمون ايش قصره؟ 2000. اي طبعا لانه مطار هنا واسعاره مضاعفه واكيد الاجار غالي. شكرا. هذه اللوحات اللي من خلالها تعرف انه موعد طيارتك والكاونتر اللي بي وكذلك رقم الرحله ووقت الرحله، وهذا طبعا شيء حلو بس هو المفروض يعني يكون بعد اكبر شاشه اكبر، وكمان شاهده ببقيه الدول شاشات كبيره جدا لكن ما تكفي بالغرض تقريبا. ايضا وضح نوعيه الطائرات اجنحه الشام خطوط جو عراقيه فلاي بغداد وهكذا، شيء جميل باللغة العربية وأيضا باللغة الإنجليزية. هاي واحدة من الخدمات اللي تقدم بمطار بغداد الدولي. شكرا لكم. طبعا من الخدمات الموجودة هنا بالمطار هو المصلى المخصص للرجال وأيضا للنساء، المصلى أيضا أوقات الصلاة طبعا في شيء حلو مرتب صراحة مسجد جميل جدا. يعني احنا ليش شيء حلو. ايضا من الخدمات المقدمة في مطار بغداد وهذا المصرف الالكتروني اللي يصرف الى اغلب الكارتات الموجوده بالعراق، ايضا شيء جميل جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم احنا في مطار بغداد الدولي ان شاء الله في صاله المسافرين وننتظر الان الدخول لتسليم الامتعه وتسليم الحقائب. إن شاء الله نتوجه إلى مطار بيروت الدولي، وبعد حوالي تقريبا إحنا طيارتنا الساعة 5:30 ونتوجه. كأول مرة أنا أسافر إلى بيروت إن شاء الله. أنا أشاهد يعني حركة المسافرين حركة طبيعية، صالة حلوة وصالة بها تبريد و مقاعد وبيها خدمات حلوة. انتظرونا ان شاء الله نوصل الى بيروت وصوركم مناطق بيروت مناطق جديدة ان شاء الله مع الرحال العراقي.